والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. جمع القرآن وتدوينه كوكر نوي قرآن ودرهيناني قرآن بشكل كتاب. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا معلومه في غمر دردو قال سلوية أميه بجولك لا يقرأ ولا يكتب نا إذاني بخوانيته ونا أشيذاني بنوسه. وقد ذكر هذا في القرآن الكريم وأعميش خويل القرآن في روزة ذكر كلاعه مثلا خلال تعالى فالميتي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك يعني تو لپیش او دا کبیر و پیغمبر یعنی پیش ام امری پیغمبریتیه هیچ کتابی که تلاوت ندکرد یعنی نتوانی هیچ کتاب خوانی تا ولا تخطه بیمینی که باشر و نتوانی هیچ کتابی و دستی خود بنوسی بو اگر بتوانی اچی بولا ایذن لرطاب المغطیلون ایذن یعنی لو کاتده یا بنابراین اگر لشرط یکا مثلا تو بالزانية بخواني تو يا بنوسي الارتابين لا ارتابة ارتابة المبطلون او عنيك لسر باطل يعني بي باطل بالشسبينين ترف داراني باطل ارتابة ريد يعنك يعني شك يعنك لا راس قوي في غمر صلى الله عليه وسلم او قزو آياتا اقينك في غمر جلودي قايل سر بي نوسين بلد نبوه. وقال وذو شيء فرمتي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إيمان بخدا بين وإيمان بفيغنبري خوا بين أو فيغنبري كالنبي الأمي أو نبيي كأمية يعني إخوان دنو نوسين بالله دنيا السلامي خواهي لسربي الذي أو في غمريك خوي يؤمن بالله وكلماته إيماني هم بخواهي وإيماني شي بكلمات وكتبكاني خواهي وكتوراة إنجيل وأوان واتبعوه دئي وبين شويني أمكون لعلكم تهتدون بو أويك لسر شعر زعيبا يعني أقل يوم شويني أمكون إتر شعر زعبا. كذلك تسمت الأمة العربية بالأمية هل آوايا كأمة عربي بأمية يعني ببيسوادي نوبان يندر كردوا يا علامة جزار علامة داربون يعني نشاني أمية يعني قسوة أخويا وتوجهين. وتحدث القرآن الكريم عن هذا القرآن في روزيش لما ورده فرمايشي فرموه فقال فرمويته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خواء خوايا كلنا أمي كان عمل ربويا وآياتي بشاهد يناوى وقلوا آياتي في أشواك حضرتي محمد يدرد قال سيد بأمينا وبرد لرشا أو مبعوث عليه مكانيش وأتاوانك في غمر بولاير مبعوث بوان جاب أمينا وبرد كردوا مبعوث كردوا لنا أمي كان في غمبريك منهم هر لخوة يعني وقوان أوج أمية فشي أم في غمبري لقل أو شاك أمية إيسا يتلو عليهم آياته لو آيات في الرجوات وما كنت تتلو من قبله من كتابه يعني برغم لك أم قرآن نازو بيته هيش كتابه كتابه تلاوة ناكلا وليس دي كتاب تلاوة تقي فزم أخوي معجزة ونيا رسولا منهم يتلو عليهم آياته مثلا أقل هويك عني وتي إذا لارتاب المغطلون يعني الآن تو كتاب تلاوة تقي أقل لو برش تلاوة كذا أنو عادي هلوك زوايا ونيا وليس كجارا ندتواني كتاب تلاوة تقي وإساءة واني فس أوان دليل يلولا من يدولا وكاشاك بكان فيلو من الرسول منهم يتلو عليهم آياتي يعني آياتي إخوان بو أخوانته ويزكيهم وباق رايا نقري يعني باك يانا كاتوا ويعلمهم الكتاب والحكمة
وكتابي أنفيرك وحكمتي أنفيرك كعبارة لا شن زكاني في عمر خوي درودي خالص وإن كان من قبل ولا في ضلال مبين هرشان أو خلقه يعني براستي أو خلقه فيش أوى يعني فيش أوى كأم في غمر خوش ويستا آياتي خوان بسلاتي لاوتك فيش أوى كأم تسكي وتعليم يعني ما شاء الله في ضلال مبين أنا أقول رأيتي أشكال أبو ولم يشذ عن هذا القول إلا أفراد قلائل من قريش ما شاء تعلموا الخط ودرسوه قبيل الإسلام ولم قولك على مكان أمي بن كسي أن لي درنسبو شاف نبو لم قولا يعني درنسبو لم قولا ما قال كومالا أفرادك كم باشا يعني مثلا عيسى لنا عربا كميلتك زورن يا خلقي مكا كشاريكا لنا عشارة أقر دنفر بيزنفر يشي سوادي ببيه منافاتي نية كأقر خواهي قولا بكيك رابا قشتيان بغي أمي شنك أميتي كزياتر بخلقك وديارة شن مثلا يتلا شاركي وكسقزا مثلا أقر تعدادي بسواد كم بيه حاربي مثلا صب نفر با سوادي شيتيابي نفعته وكخلقي سق سوادي هيا حاربي من قريشين أفرادك قليلة قريش كأوان جاك تعلموا الخطة شون فيري نوسين ببول فيري خم ودرسوه ختيان خندبو قبل الإسلام اللي في الإسلام أما أهل المدينة ولأهل المدينة فكان بينهم أهل الكتاب من اليهود لنا أو أنا أهل الكتاب النجولة كان ودخل النبي المدينة وفي غمر دولي قالت هو أردي مدينة أبو أمجد حارك أبو وفيها يهودي يهودية كي أبو لمدينة يعلم الصبيان الكتابة من أعلان فيري نوسينكر وكان فيها 14 رجلا يحذقون الكتابة ولو مثلا مدينة دابو دو شن كسيك بياو فيانظر شواد نفري مثلا لعوة دفعانظر نفري بياو الكتابون كمهارك يعني بولا نوسينا يحذقون أخر حاذق يعني حاذق بولا نوسينا يعني مهارك يعني أستاذ أستاذ يخدمون أو أنا كاتا أو كبالي خل أواني نوسينيان زانيو أما أنا ما هيبون ما حارك يعني وتعلم زيد بن ثابت كتابة اليهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد كل ثابت بفرماني في غمر صلى الله عليه وسلم شو نوسيني جولك فيربو كتابة اليهودي يهودا و هاري ثم جاء الإسلام أمر إسلامه فحارب فيما تشي بخنرو حارب فيما حارب أمية العربي فكان من أول ما أنزل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا مسوى النون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أغير فعشان كإسلام هاد محاربيك يعني شريك فيما حارب لواك شريك لقصيا لقلب يسوادي عربة يعني أولي خوش ما نير قصيك يعمل مبارزة بابي سوادي بدوري شاوان من بيكار يعني جهاد بيكار بابي سوادي لقال سواد لقال بي سوادي عشر نهزتي سواد عموزي يعني الرافريني قيامي بو أوليش خلق فيري سواد لي تغمد رجي خواهي لسير بي لقال بي سوادي عربة بشر هاتو أولي بركتي با سوادي عنك يعني أولي بي سوادي نيري شنك لبرعوة إما أزانيك السرطاني ترين أو شتانيك القرآن نازلو اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وأنهم الدليل لسكس ودن علم الإنسان ما لم يعلم مثال واخبرون نوسين هنا يعني نون والقلم يعني أخوة سوين أخوة بقلم وما يسترون وبويك واعي نوسن إن قصت لأنك ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا وأنا قسم بني بقلم وبكاغذ قسم يا بوسي بنوسين وبخوان دنا وقسم به كأرض شي هيا تو بسعي خواي خواتو شاد نيت باشا يعني بوشي بنوسين وخوان دوالي واسوية نخوا يعني اقل كسيك شاد به خوك شاردا ناكا بووي فيري نوسين بن فيري خوان نوا ببنو إيسا تو بآيتا كان بفرمو دي خوت خلق هانا دي بوبا سواد بود معنى وايا تولو فري عقل وشعور إنسانية عقل على قرطبا أم جعل الرسول فداء أسرى بدرين
أن يعلم كل منهم عشرة من أصحابه الكتابة والخط. شاكا وفي غمرت له إخوان سربي في داي أسيركاني يعني في داي أسيركاني بدري قرادة بمكة هل يتجلو عن بتوان دمفر لأصحابي في غمرت له إخوان سربي في رنوسينو خد بكان. وبذلك بيخنوا بدت أنوار الإسلام ظلمات أمية وبددتها وهل آبوا أنواري أنواري شي أنواري أنوار الإسلام أنوار نوركان الإسلام تفرقي خصة شي ظلمات أمية يعني تاريخي كان دي سوادي شي لدوائية يعني نختة بلاو كردوا لا يبرد بددت يعني متفرقي تبديد يعني تفريق حالي بلا هل يجي بلاك عرفان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل القرآن من الملك حفظا ثم يأمر كاتبا أن يكتبه بين يديه على عسيبين. بس في غمر له قائل سلبي قرآنك ولا قرد فريشتك كجبرائيل لروي حفظه وحفظه هاشا من دسوري أدابا نوسره كبينو سيتوه هل بردن في غمر خوايا لسد شي لسد عسيب يكبينو سي عسيب شيها ولا وهو الجريد النخلي تولاشي خرماء يعني تختي تاشلاوي خرماء. كانوا يكشفون الخوصة ويكتبون في الطرف العريضي شاكا أعات خوصك يعني أو قلاو أو قريو اشتيا عندي أكردوا بدور بنيو وعيان نوسي لترف لباري بانيكا حالبي وجمعها عصب جمع عصيبة عصب وكشون طريقة بين الطرق أمش آواه أو لخفيب يعني سر لخفة عيان نوسي ولخف شيا لخف جمعي لخفيها باشا وهي الحجارة الرقيقة بردي تانكة أو صفائح الحجارة يا تختبر صفيحة يعني صفيحة برد يعني تختبر ديزل أو رقعتين يا لسر رقعة رقعة يعني مثلا كبارو يا بلن تارشة كاغاز تارشة ومعنى شاك كاغاز الرقيان ما كاغاز نبوه. وكان له كتاب معروفون وفي غنبره صلى الله عليه وسلم بويبو كومل النوسركي ناسراو قيل إن عددهم ست وعشرون قيل وذي عدد جماري أوانا بسو شاش كذبوانيا إجازة بأشياء ما ستة بوانا ستة اشتباعيا شن معدو تقيقه مهنزنيا يعني ستة وعشرون كاتبا ستة وعشرون كاتبا وقيل 42 كاتبا يعني شلو دو كذبو وقيل غير ذلك قصير غير اشتباعه. وأشهرهم الخلفاء الأربعة فلا مستبيسو شرش بن ياتشلو دو بن مشوثرين ين شوال خليفة كبول وعامر بن فهيراء عامر كروي فهيراء وزيد بن ثابت كروي ثابت ومعاوية بن أبي سفيان معاوية كروي أبسان وعامر بن العاص والزبير بن العوام أوانب كذلك كانوا أحيانا يكتبون الوحياء ابتداء من أنفسهم دون أن يكلفهم الرسول بذلك. هل بوجه لأوانا هاتن شعر بجال خيان وحيا كان نسيها لأوالوا لا يعني خوانه وببيئة وكفي غمر مكلفين كابون سينا. وكان هذا المكتوب يوضع في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وعون سلاوين لما رفع غمر دا عن لا نعم وكذا بعض لا أخوي دي ويكتب الكتاب لأنفسهم نسخة منه أما نسلكان جلت قلوان نسخيك على قرد بو خوان فاتل دعيا أني هكذا نسخيك لنا أبو أشبهنا لقلوان نسخيك لما رفع غمر دا عن لا فتيخ العين. ويدلهم الرسول على موضع كل ما ينزل من الآيات من سورته وفي غمرة أن ما يخلق كي أكل لسر جيجي هرشي كنازل أقول لها آياتنا لسورة كيا سأيو أما آي فلان سورة يا وأما لدو فلان آية ويا لفيش فلان آية وآو كذلك كان يتلوه على المسلمين. هل موجود في غمرة يقال في القرآن بسر مسلمان تلاوة أكل فيحفظوه أو أن يحفظ القرآن كيان أكل عن ظهر قلبي يعني خذفش قلبه وأن يحفظ يعني أكل. فكانت حافظة الأميين وصحف الكاتبين فلما كحافظة الأميين وصحف الكاتبين وصحف التي في بيت الرسول كلها تتعاون على حفظ ما أنزل الله. بس حافظة بسوادكان وني غير حافظة بأشكالك أفلانك حافظة بسوادكان وصحف الكاتبين وأو صحيفانا يعني
ایستا برد بیه تولعش خورما بیه هر چی بیه و این کاتب کار نصیب بیه هر وعه و صحف ولکی فی بیت الرسول بیه آو صحف وش کلمه مامی فی غنبر عمو همو امانه یاری دیه که آن کرد نسی آن لابد نزیکو لسان او که بکار دن اوی که خوان عظمی کنون باشه ولم يجمع القرآن في مصحف في هذا العهد رغم القرآن لو زمانا لمصحفك كون أكلاه وإن كان من الصحابة من جمع القرآن كله حفظا حسن الصحابة سوابك هم القرآن حفظ بو منهم عبد الله بن مسعود ويكك حافظ كل قرآن هو لأمر والسالم بن معقل مولى أبي حذيفة سالم كل معقل كان مولاي أبي حذيفة ومعاذ بن جبل معاذ كل جبل وهلوها وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب أنا كسائر مكان القرآن اللي بلوه ثم يخنا ثم لقى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه لقي عشان دوايوا زماني في غمر بس أشود رجع خالد سبي في غمر ملاقاتي في الوثقال خويا يعني وفاتك وولي الخلافة خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخلافة دراية دس حضرتي أبو بكر الصديق وضعي خالده ولم يفكر أحد في جمع القرآن الكريم بين دفتين وعطا أولا حذيشة هيش كسيك فكري النقرب ولكو كذنب القرآن الكريم لبين دو دفت عين لبين دو جلطة طيب ما دام كان صدق القرآن هكذا في حياة النبي القرآن هر ما يوا هر بوشيه كل حياتي في غنبال عبو باشا وعام هم لحياتي في غنبال عبو وفرع كان درجية وعام بعد وفاته وصار في جوال وفاته في غمره وجوله متواجبين في حياة النبي وعام يعني وفي عام بعد وفاته مستورا ما هو بس نسراري في القلوب لذلك كان مسجلا كله على أجزاء متفرقة في نسخ تزداد كل يوم عددا لقلب كان أبو ومذ وتومار كلابو همين لسر أجزائك متفرقة لنسخ قليك أو نسخ قليك روج بروج بروزي أسنو برو أفزعيه يعني خلقي تلفنا النسي وكان لزاما أن يتطابق هذان المصدران تمام التطابق وجارك يويز بو كعشاء أو دو مصدر سرچاوات شعوه إلا مالي في غمر بو شعوه إلا خلق بو ما سلن أبو شبوية تطابق تطابق مكلا متابق كلان بيكوا وتواتي تطابق كلاتين بو شن قرآن الكريم كان منظورا إليه بالرهبة اليقين شاكر شن القرآن سلنجي أدرى بالرغبة يقين يعني بترسيك يقيني إلى أنه كلام الله حالبين سلنجي أدرى بالرغبة يقين ولكن بالرغبته يعني بترسيك يقين دروسيك باشا دين إلى أنه كلام الله باشا رغبة يقين باشي بويك أما كلام إخوايا وكان كل خلاف فيه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يزيله ولو برواب هر خلافك مثلا لبين الصحابيه فياب والا اشتياكا مراجعه كراوه في غمر دولي قال سلبي بو اويك لا يبري اهو هم جعل الصحف مصاحف باسك صحف او مصاحف افرمي في اللغه الصحف جمع صحيفه وهي القطعه من الورق هذه جابي يكتب فيها كشيك يابس صحف مثلا في اللغة الصحف مثلا جمع الصحيفة وقطعية كاللوانق يعني بيست كي يكتب فيها شيء كامسي أي مصحف شيء أما المصحف فهو ما يجمع فيه الصحف وهيك الصحف وقعنا ورقة نجي ليك دقائي نسلب شكوى كيتو هو مصحف يعني محل صحف فالملحوظ في معناه اللغوي دفتاه وهما جانباه أو جلداه اللذان ليتخذاني يا يتخذاني جامعا لأوراقه حافظا لصحفه هسأوي كملاحظة أكري لمعنى مصحفة معنى لغويكي دفتاه دفتاي كويد دفة والله هما جانباه أم لولاياتي مثلا قوام أميو أو كأولاكش وهما جانباه أو جلداه يا دو جلدكي اللذاني شاكا أو دو جلدك يتخذاني فقرار دريان جامعا لأوراقه ككوكروي ورخكاني من القرآن بن وحافظ بن وصحف القرآن وفي الاصطلاح أما لفع الصحف هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر أما الاصطلاح الصحف بور قناغ كمجرد يعني ما سنج يعني طرطرا أعوان
جمع فيها القرآن، القرآن انتهى كراته في العهد أبو بكر، وكان سورا مرتبة آياتها فقط كل سورة على حدة. وأمجال أوان السورة قليك مرتبون آيات كانيان باشا فقط من آيات كان المرتب هو كل سورة على حدة. ها سورة بجياخوي بو بجياواز بو كانت ترتيب سورة نبو كام سورة دوائي كام ولي آية هر سورة آياتك خوي مرتب بو، ولكن لم يترتب بعضها إثر بعضين يعني نتش مذابون بعد ذيك لدوائي بعد ذيك يوكو عسايا. أما المصحف فهو الأوراق التي جمع فيها القرآن، أما المصحف أو أوراقية كقرآن كياكو كرياته مع تأثير آياته وسوره جميعا لأمشي على الوجه الذي أجمعت عليه الأمة أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. لسأل أول جئتك حضرة عثمان كوبوة أمات لسري لزمان حضرة عثمان رضي الله رحمة إخوانه صحفي أبو بكر باب ياسين لها.